السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن انقطاع الفترة الماضية بسبب ظروف صحية. إن شاء الله سوف أستكمل في هذه المحاضرة الأخيرة وشيقة إن شاء الله المعلومات المهمة عن التطبيق العملي لكل ما تعلمناه في المحاضرات السابقة. من فاتته المحاضرات الأولى أو الثانية والثالثة عليه توجه إلى المحتويات وسماعها، ثم الانتقال لهذه المحاضرة لأنها تعتمد على المحاضرات الأولى. كان كثير من الأسئلة وردتني في نقاش على الإيميل حول مصادر للكلاود سيم، شرحها أو مفاهيمها أو أبحاث تساعد في ذلك. أول مصدر هو الموقع الأساسي، كل الروابط لهذه المواقع والأبحاث سوف أضعها في التعليقات أسفل الفيديو. نلاحظ هنا الصفحة الأساسية لمشروع الكلاود سيم، الخصائص الأساسية documentation، هنا كورس عن الكلاود سيم أونلاين باللغة الإنجليزية، الإكزامبلز، أيضا عملية التنصيب والإنستليشن، هنا الملفات الأساسية الخاصة بالكلاود سيم، أيضا هنا مجموعة من المشاريع المتعلقة بالكلاود سيم، أيضا يوجد بالأسفل مجموعة من المنشورات أو الأبحاث تم نشرها لشرح أو للحديث عن الكلاود سيم. فتحت أو استخدمت كثير منها في شرح هذه المادة العلمية الخاصة بهذا الكورس. أحد هذه الأبحاث أو البيبرز هي هذه البحث الأول Environment of Modeling and Simulation Container in Cloud Data Centers. معلومات 17 صفحة، معلومات كثيرة عن الكلاود سيم، تشرح الستركتشر الخاصة بالكلاود سيم، كيفية عملها. من أراد استزادة أو قراءة معلومات إضافية هذه البيبر هي جيدة. أيضا بيبر ثانية عنوانها الكلاود سيم Toolkit of Modeling and Simulation of Cloud Computing Environment، جيدة هذه البيبر أيضا، وتشرح جميع تفاصيل الكلاود سيم والكلاسز. أيضا يوجد بها السكيدجولر بوليسيز التي قمت بشرحها في المحاضرة الثالثة، هي موجودة هنا باستفاضة. من أراد معلومات كثيرة عن السكيدجولر بوليسيز والبروفيجنر يجدها هنا في هذه البيبر. أيضا هناك بيبر أو بحث آخر يتحدث عن الكلاود سيم، هذا هو عنوانه. والبحث الأخير قمت بكتابته بمشاركة مع بعض الكتاب، تحدثت فيه عن مقارنة بين السيميليشن تولز فور للكلاود كومبيوتينج. أخذت الكلاود سيم وقمت بمقارنتها مع عدد من السيميليتورز الأخرى. هي بيبر بسيطة وبإمكانكم الاطلاع عليها، تحدثت فيها بشكل مختصر عن الكلاود سيم وطريقة عمله ومجموعة من السيميليتورز الأخرى، وبإمكانك المقارنة بينها إذا أردت استخدام غيرها في بحثك أو في المشروع. كانت هذه معلومات بسيطة عن أهم المصادر التي أنصح فيها من يريد تعلم الكلاود سيم. حقيقة لا يوجد لدي مصادر أخرى، هذه كل المصادر التي تعلمت منها، وبالأخص الفيديوهات، من يحب أن يستزيد الفيديوهات الموجودة باللغة الإنجليزية الموجودة على الصفحة الرئيسية للكلاود سيم كورس من 10 أو 11 فيديو، هي معلومات توجد فيها معلومات ثرية صراحة. فمن أراد أن يستزيد هذه المصادر مفيدة إن شاء الله للجميع. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.